بعيد المنال، وأن هذا الظرف مستمر اليوم ويتدهور بسرعة مخيفة. أدى إلى مقتل أعداد لا تحصى من الضحايا الأبرياء، ودفع المنطقة بأسرها إلى شفا أزمة وكارثة تعم الجميع. لقد بذلت جهود دبلوماسية كثيرة وصدرت قرارات كثيرة عن الأمم المتحدة، وللأسف لم تنجح أي منها في كسر حلقة الموت والدمار. هذه ليست لحظة يستطيع فيها المجتمع الدولي أن يتردد أو أن يغض الطرف، بل إن الأحداث المخيفة التي شهدتها الأشهر السبع الماضية قد عمقت من ضرورة الوصول إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للحالة في الشرق الأوسط. السيدات والسادة، فلنذكر اليوم الإرث الذي سلم لنا. نقف نحن وبفخر على أكتاف من قاموا قبل عقود بتحمل مسؤوليتهم العليا، وهي إقامة سلام يقضي على خطر الحرب وفضائها لأجيال عديدة. وكلكم يعرف حسن المعرفة الدور الذي لعبته الحروب ولعبه العنف في حياتنا، وهو دور غير مرغوب، وهم من قاموا ببناء عالم مسالم بعد فترة الحرب تلك. فهم من أقام هذه المنظمة قيمة التعاون الدولي وسعى إلى ضمان المشاركة النشطة من طرف الجميع، كل الدول صغيرة منها وكبيرة، لإعطاء صوت للمبادئ المشتركة التي جعلنا منها قاعدة لآمال البشرية بمستقبل أفضل. وفي أممنا المتحدة اليوم علينا ألا نضيع تركيزنا على هذا التاريخ الذي ورثناه والذي بث الحياة في منظمتنا هذه. السلام للجميع، أكرر السلام للجميع. سيدات والسادة، هذه الجمعية العامة تعقد اليوم لتتخذ موقفا في إطار صلاحياتها وولاياتها لصون الوظائف والمسؤوليات التي وكلها بها الميثاق، بما في ذلك المادة الرابعة. ولهذا أدعو الأعضاء لتقييم الملف المعروض علينا اليوم بالتزام خالص للسلام كأعلى طموحنا. وأنا أحث الأطراف في هذا النزاع وبدعم من له تأثير عليها على بذل قصارى جهدها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضع حدا للمعاناة وسفك الدماء ويحرر كل الرهائن ويحمي الأبرياء المدنيين ويضمن وصول المساعدة الإنسانية فورا وبلا عراقيل وبلا شروط. أكرر، بلا شروط لكل من يحتاجها شد الحاجة. ختاما، من الصحيح أن الوقت الضائع يضيع إلى الأبد، ومن الصحيح أننا أضعنا وقتا كثيرا. نحن يطلب منا الآن العمل خدمة للبشرية. نحن شعوب الأمم المتحدة كلنا بدون استثناء، وكما قالها رالف بانش قبل عقود، علينا أن نؤمن بالخير الكامل في نفوسنا جميعا،
وعلينا أن ندرك بأنه ما من مشكلة في العلاقات الإنسانية عصية على الحل. وأنا أرجو كل الدول الأعضاء أن تتصرف في هذا النقاش بطريقة تصون كرامة هذه القاعة وكرامة هذه المنظمة، وذلك إحلالا للسلام الدائم، لننقذ الأرواح ولنضع حدا للعنف، وهذا غرض نذرنا أنفسنا جميعا له خدمة للشعوب. وشكرا. On behalf of the Arab group to introduce draft resolution A/ES10/L30 revision 1. سيد الرئيس، أشكركم على سرعة الاستجابة. 10 على 30 تنقيح أول مستأنفة للجمعية العامة بناء على طلب من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم. سيد الرئيس، ويسرني أشكركم على سرعة العربية لشهر مايو أن أدلي بهذا البيان وأن أقدم مشروع القرار A/ES10/L30/Rev1 والذي يوصي في جوهره مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. يأتي هذا المشروع بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الجزائر لمجلس الأمن حول هذه المسألة الشهر الماضي نيابة عن المجموعة العربية. أصحاب المعالي والسعادة، نحن اليوم أمام لحظة فارقة في التاريخ، فمشروع القرار المطروح أمامكم يمس مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله. شعب عانى من الاضطهاد والحرمان من أبسط الحقوق لأكثر من 75 عاماً، ولا يزال ينتظر بصبر وثبات انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير ونيل دولته العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. إن الشعب الفلسطيني المحب للسلام يستحق فرصة المساهمة بفعالية في خدمة الإنسانية عبر الأمم المتحدة. لقد أثبتت فلسطين من خلال حرصها على الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتزامها بميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال استيفائها لمعايير العضوية ونيلها اعتراف 144 دولة أنها تستحق مكانتها في الأسرة الدولية ولها الحق في العضوية الكاملة. إن الغالبية العظمى في هذه القاعة تدرك جيداً عدالة الطلب الفلسطيني وعدالة قضيتهم التي تواجه اليوم مساع شرسة لطمسها وتصفيتها، ويتجلى هذا في محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه والتوسيع المستمر للمستوطنات مما يقطع أواصر الدولة الفلسطينية، ويضاف إلى ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتواصلة على قطاع غزة وما يصاحبه من قتل ودمار، مع خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في ظل التصعيد الأخير في رفح. لقد ضربت إسرائيل كل القرارات الدولية بعرض الحائط، ووصل الحد بها إلى المصارحة جهراً برفض حل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته المستقلة وذات السيادة. إننا كمجتمع دولي نتحمل مسؤولية الدفاع عن المرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء هذا النزاع، وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود 4 يونيو لعام 1967. إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيوجه رسالة قوية في هذا الشأن، كما أن التصويت لصالح مشروع القرار اليوم سيؤكد أن الإرادة الدولية أبت إلا أن تنتصر للحقوق
المشروع للشعوب وأن ترفض الازدواجية في المعايير، فهذا هو الدرع الحامي لدولنا في وجه النزاعات والأزمات التي يمر بها عالمنا اليوم. لقد تأخرت الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن الوقت لم يفت بعد، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون الآن لمثل هذا الدعم الأممي. إن كل دولة منكم لديها حرية الاختيار، وعليها أن تقرر كيف سيسجل التاريخ موقفها. فهل ستختارون الوقوف بجانب الحق والعدالة ومبادئ المساواة، الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة؟ هل ستدافعون عن نظام دولي قائم على سيادة القانون وحق الدول المشروع في العضوية الكاملة؟ هل ستنصرون شعباً عانى من الاحتلال والعدوان لأكثر من 7 عقود؟ وهل سنوجه اليوم لمجلس الأمن رسالة بأننا لن نتوقف عن المطالبة بحق فلسطين في العضوية الكاملة، وأنه مطالب بالاستجابة لإرادة المجتمع الدولي؟ السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، إن مشروع القرار اليوم واضح، وكما ذكرنا فهو يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة ودعم طلبها، وذلك في ظل إقرار الجمعية العامة بأهلية دولة فلسطين والفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو لعام 1948، وبما يتوافق تماماً مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك لا يشكل هذا القرار بحد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين، حيث أنها وإن منحت حقوقاً إضافية تبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة. ولذلك نطالب مجلس الأمن بالاستجابة للجمعية العامة بيتنا الجامع، وللأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، وأن يرفع توصية إيجابية بشأن عضوية دولة فلسطين حتى يتسنى للجمعية العامة اتخاذ قرار بانضمامها للأمم المتحدة. ويؤكد مشروع القرار أيضا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في استقلال وسيادة دولته، ويدعو إلى تجديد الجهود الدولية للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين. إن تبني هذا القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية. أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين. ولهذا تناشد المجموعة العربية كل الدول المحبة للسلام والمدافعة عن حقوق الدول المشروعة أن تصوت لصالح هذا القرار. وأخيرا، وبينما تستمر الجهود الجبارة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، تؤكد المجموعة العربية ضرورة سعي المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة إطلاق عملية تفاوضية تسهم في تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني الشقيق وفقاً لمبادرات السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية. Mr. President, before I conclude, I kindly request that you suspend the debate at 11 a.m. this morning to proceed to take action on draft resolution A/ES10/L30/Rev1, given the importance of the matter, with the understanding that the debate would resume immediately after the vote on the draft resolution
and that the 10th emergency session الساعة 11 صباح اليوم للبت في مشروع القرار A على ES 10 على L30 على RAV 1 نظرا لأهمية هذه المسألة وذلك على أساس الفهم القاضي بأن النقاش سوف يستأنف فور إتمام التصويت على مشروع القرار وأن الدورة الاستثنائية الطارئة ستعلق مؤقتا بعد ختام النقاش وشكرا سيدي To represent. أشكر ممثل طرح مندوب الإمارات العربية المتحدة مقترحا برفع النقاط الأول على أي stroke ES 10 stroke L30 stroke REV 1 and to continue the debate after the action on the draft resolution. إذا قررت الجمعية أن تعلق مؤقتا النقاش في 11 سبعا لكي تنظر في مشروع قرار A على ES 10 على L30 على REV 1 وأن تستمر في بالنقاش بعد النظر في مشروع القرار وإذا حصل وأن أقرت الجمعية واعتمدت مشروع القرار فإن ذلك سوف يؤدي إلى رفع التعليق المؤقت للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بعد أن تفرغ النظر في البند الخامس. هل هناك أي اعتراض على المقترح المقدم؟ لا أسمع اعتراضا، تقرر الأمر على هذا النحو. أعطي الكلمة الآن لدولة فلسطين المراق. تفضل. Continue falling apart in the Gaza Strip, torn apart in the most. Mr. President. السيد الرئيس. الزملاء الأعزاء. ها أنا أقف أمامكم اليوم وتستمر حياة الناس تتهاوى وتنهار في قطاع غزة ممزقة بأكثر السبل والطرق وحشية وقسوة ودمارا. ها أنا أقف أمامكم وقد لقي أكثر من 35,000 فلسطيني حتفهم وقتلوا وتشوه 80,000 ونزح 2,000,000 إنسان ودمر كل شيء. ما من كلمة بوسع أن تصف حجم الفقد والخسارة والصدمة التي يعاني منها الفلسطينيون وذووهم ومجتمعاتهم وشعبنا بأكمله بعد دفع الفلسطينيين نحو في قطاع غزة نحو حافة القطاع إلى حافة وشفي المنطقة الفاصلة بين الحياة والموت وفي أفق ومساحة تضيق عليهم يحاصرهم القصف وإذ تنهمر عليهم القنابل والرصاص. وها أنا أقف أمامكم والمجاعة ترخي بسدولها عمدا وتصميما وبقرار من الحكومة الإسرائيلية كي تفتك بأكثر الفئات هشاشة وضعفا من شعبنا من النساء والأطفال. أغلقت إسرائيل المعابر عوضا أن تفتحها بما في ذلك معبر رفح واستولت وبالقوة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتعرضت قوافل المساعدات الإنسانية للهجوم بمباركة منها وكذلك تعرضت مقار الأنروة للاعتداء بتواطؤ من إسرائيل. وفي الوقت الذي كان العالم يناشد فيه بإغراق غزة بالمساعدات الإغاثية الإنسانية ويدعو إلى وقف إطلاق النار فرضت إسرائيل حالة جفاف و
حالة دون وصولها أي تلك المساعدات، ولن تتغير خطتها، وخطتها بسيطة، التدمير والتسبب بالنزوح والتشريد. ها أنا أقف أمامكم وقد أصبحت كل بوصة من مساحة أرض قطاع غزة شاهدا على مذابح، إذ تتكشف الكثير من المقابر الجماعية، لا سيما تلك التي ارتكبت في ساحات المستشفيات، لكي تروا حجم الفظاعة والقسوة من تلك الجرائم المرتكبة حق الشعب الفلسطيني. ها أنا أقف أمامكم بينما ينهمك رئيس الوزراء الإسرائيلي بقتل الآلاف، لماذا؟ حفاظا على مستقبل السياسي، وهو يعلن صراحة أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وخطر وجوديا له وللمتآمرين معه، ويستمر ذلك بعد 76 عاما من النكبة، وهو يحاول أن ينهي المهمة. فإن حرب إسرائيلية حرب تشن على الشعب الفلسطيني بأكمله، وقوات الاحتلال والمستوطنين يقتلون بشكل يومي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وجرافاتها وآلياتها، تتسبب بنزوح المجتمعات المحلية الفلسطينية وتدمر المنازل الفلسطينية في كل مكان. سمعت الكثيرين يكيلون المديح لصمود وعزيمة الشعب الفلسطيني، ونحن كذلك، لكن ما من أمة، ما من شعب، ما من أسرة، ما من شخص ينبغي له أو لها أن يتحمل هذا القدر من المعاناة لهذه الفترة الطويلة. إن هذا الظلم والجور من لحظة الولادة إلى لحظة وفاة الخدج، من جيل لآخر، ما من ولي أمر ينبغي له أن يخشى وأن يشعر بمثل هذا العجز، ما من طفل ينبغي له أن يعاني ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين. وإذ نتحدث اليوم، ثم 1,400,000 نسمة من الفلسطينيين في رفح يتساءلون هل سيبقون على قيد الحياة اليوم، ويتساءلون أين لنا أن نولي وجوهنا تاليا، لم يبق لديهم مكان يقصدونه. السيد الرئيس، وقفت مئات المرات في السابق على هذا المنبر، على هذه المنصة، وغالبا جاء ذلك في سياق ظروف ملابسات مأساوية، لكنها لا تكاد تقارن بالظروف المأساوية التي يعانيها شعبنا اليوم. وقفت مئات المرات في السابق على هذا المنبر، ولكن لم تكن في مناسبة بأهمية مناسبة اليوم للتصويت على هذا القرار، وهي عملية تاريخية نحن واجهنا ولا نزال نواجه محاولات لدحرنا إلى خارج الجغرافيا والتاريخ من خلال التشريد والنزوح القسري والإخضاع أو القتل، أو ولنكن واضحين، عن طريق التطهير العرقي والفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. وبخلاف كل التوقعات وفي مجابهة كل التحديات، صمدنا ونجونا. فعلمنا يرفرف عاليا وبكل زهو وفخر في فلسطين في مختلف أنحاء العالم، وكذلك في حرم جامعة كولومبيا. لقد أصبح علمنا رمزا يرفعه كل من يؤمن بالحرية، وحكمه العادل رفعه كل أولئك الذين لم يعد بوسعهم أن يكتفوا بموقف المتفرج في وجه مثل هذا الجور الفاضح والظلم الكبير. صحيح، لن نختفي عن وجه الأرض، ولكن الأرواح التي فقدت أنى لها أن تعود، فإن كذلك آثار الجروح الغائرة، ما نراه وما لا نراه جراء هذا الاعتداء المروع، والذي ينبغي أن نضع له حدا، جروح غائرة على أجساد وأرواح الأفراد والأسر والمجتمعات، تركت ندوبا غائرة في كل فلسطيني في قطاع غزة. فعلا لا يمكن أن نعبر عن ذلك
بشكل يفي حقه. نحن لم نكن من صاغ ميثاق الأمم المتحدة، لم نكن نحن من سن القانون الدولي، بل فقط طالبنا بتنفيذ وتطبيق مقتضياتهم علينا. وحتى تاريخه لطالما حرمنا من التمتع بالحماية المنصوص عليه فيما، وإذ تستمر حملة تشريد الشعب الفلسطيني وتدميره وتصل إلى مستوياتها، إلى ذروة مستوياتها، لكم أن تقرروا أن تقفوا إلى جانب حق شعب في الحياة بحرية وكرامة على أراضيه التاريخية وأراضي الأجداد، أن تقفوا إلى جانب السلام الذي يستدعي الاعتراف بحقوقنا وليس الاستمرار بحرماننا منها، أو بوسعكم أن تقفوا على هامش التاريخ، بل والأسوأ من ذلك أن تعرقلوا المسار الطبيعي لتقدم التاريخ إلى الأمام. سيد الرئيس، لقد لطالما جلست في هذه القاعة إلى جانب حركات التحرر الذين واحدة تلو الأخرى حظيت في نهاية المطاف بأن تحتل مكانها المستحق في هذه القاعة المهيبة، ومن دون شك أنا على يقين أن اليوم أن ذلك اليوم آت التي ستحتل في فلسطين مكانها المستحق بين مجتمع الشعوب والأمم الحرة. إن الاحتلال والاستعمار والقتل والتدمير ليست هي مصيرنا المحتوم، بل هي فرضت علينا إقحاما، والحرية هي مصيرنا وقدرنا الوحيد. ونحن نشاطر الكثير من الأمم الشعوب الممثلة في هذه القاعة المعاناة والألم التي تعرضوا منها والنضالات التي خاضوها والأحلام التي راودتهم. لقد كنتم شهودا على قصة فلسطين، ولكم أن تنظروا إليها من زاوية أو موشوري ومنظوري رحلاتي وتاريخ شعوبكم باتجاه نيل التحرير. فالتحرر من أجل أن تسود الحياة وأن يسود السلام. نحن نريد السلام، نريد الحرية. ما من كلمة أصعب لفظها عندما يكون لديكم عندما يتعرض عشرات الآلاف من شعبكم للقتل. نحن لا نستخف بهذه المفردة، نحن نريد السلام. حريتنا ليست عقبة تحول دون تحقيق السلام، بل هي المسار الوحيد الذي يقود إلى السلام. إن لم تقدموا الدعم والمساندة لنيل حريتنا فأنتم لا تدعمون السلام. إن حقنا في تقرير المصير ودولتنا المستقلة وعضوية في هذه المنظمة بين باقي الأمم المتحدة لا يجوز أن تكون خاضعة لحق النقد الإسرائيلي، وليست مسألة مطروحة للتفاوض، بل هي حقوق أصيلة لنا كفلسطينيين. وإسرائيل توخت الوضوح بشكل قاطع أنها تريد أن تدمر مفهوم الدولة الفلسطينية. ما الذي يعنيه أن تكون مناصرا لحل الدولتين وفي الوقت نفسه تسمح بتدمير الدولة الفلسطينية؟ السيد الرئيس، الزملاء الكرام، الأشقاء، الأخوة، الأخوات، الأصدقاء الأعزاء، لأجيال لطالما كانت فلسطين لمواطنيكم تشكل الاختبار الأصعب لقياس قدرة البشرية على الوفاء بعهودها ووعودها، ومجددا بالنسبة للجيل الحالي فهي المقياس الأسمى لتحقيق مطلب العدالة وإقامة العدل. وهذا ما اعتنقه الآباء المؤسسون وقادتكم وزعماءكم العظام وشعوبنا. إنه جزء لا يتجزأ من إرث أجدادكم وانخراطي ومشاركتي أجيال الشباب لديكم. فأتباع جميع العقائد والديانات والأعراق والفئات العمرية في أكبر المدن وفي أكثر القرى وفي أصغر القرى النائية كلهم يحشدون لصالح فلسطين من أجل وقف إطلاق النار، ومن أجل إنهاء الاحتلال، من أجل الحرية والعدالة، ومن أجل السلام. السيد الرئيس، إن ميثاق الأمم المتحدة
لطالما أشير إليه غير مرة أثناء مفاوضاتنا، وسوف نحرص دوما على التقيد بأحكام الميثاق، لا سيما عندما تكون الإجراءات والعمليات التي استبقتها واستشرفتها والحدود التي يفرضها وينص عليها حتى لو كانت لا تصب في صالحنا نتقيد بها. وبعد أن ظلت فلسطين حبيسة توصيف دولة مراقب لمدة 50 سنة، وحتى لو عنا ذلك أن نظل حبيسين وصفة دولة مراقبة 50 عاما، سوف نستمر باحترامه ما جاء في الميثاق، ونهيب بالآخر أن يحترموا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الذي كفله الميثاق، وأن يواجهوا ويقاوم عملية الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية التي بالقوة، وهي ما هي أمور يدينها الميثاق. إن التصويت بنعم هو تصويت لصالح استمرار الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة، بل هو ضد محاولات حرماننا من نيل دولتنا. ولهذا السبب فإن الحكومة الإسرائيلية تعارض معارضة شديدة للدولة، لأنها تعارض استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا. إنه استثمار في السلام، وبالتالي يمكن قوى السلام على هذا الأساس. كيف لأي كان أن يوضح أن إسرائيل سمح لها بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة قبل 75 سنة بمقتضيات قرار صادر عن هذه المنظمة، رأى مستقبلا قيام دولتين، ودون أن ينتظر انتهاء وضع نهاية للنزاع، ويستمر في حرماننا من حقوقنا ووجودنا ودولة فلسطين بالمقابل. وبعد مضي 75 سنة ملزمة بالانتظار، ودائما توصد الأبواب في وجهها مغلقة بما يحول دون قبول عضويتها في هذه المنظمة. إن تصويتكم اليوم بالطبع يحمل الكثير بين ثناياه، ويشي بطبيعة تضامنكم مع فلسطين، ولكن في الوقت نفسه يشي بكشف تفاصيل هويتكم وما تمثلونه وتدافعون عنه حقه. تصويتكم وأصواتكم مهمة، وأنا أعلم أن الغالبية الساحقة بينكم سوف تقف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني في الوقت الذي هو بأمس الحاجة لهذه المساندة، وسوف تقفون إلى جانب السلام العادل والشامل لبما يعود الفائدة للجميع. وببساطة، إن التصويت بنعم هو الإجراء الصائب والصحيح، وأؤكد لكم ولبلدانكم ولقادم السنوات أنكم سوف تزهون بكل فخر أنكم وقفتم لصالح الحرية والعدالة والسلم في أحلك الساعات. وكما يقول الجميع في شعاراتهم، فلسطين حرة، فلسطين حرة، والسلام جمع. وأكرر، فلسطين حرة، وصوتوا بنعم لصالح القرار. وشكرا جزيلا.